وللمتابعة أيضا ينضم إلينا من الناصرة عبر سكايب الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية سيد نظير مجلي، أهلا بك معنا عبر شاشة الغد. بداية، قراءتك لما جرى الليلة في بني براك سياسيا وأمنيا وعسكريا؟ مساء الخير لك زميل حازم وللإخوة المشاهدين والمشاهدات. في الواقع نحن أمام عملية أخرى تضيء الضوء الأحمر لأمام جميع القوى واللاعبين في ساحة الشرق الأوسط لتقول أن الحلول الأمنية ليست حلولا، وأن السلام الذي من الممكن أن تصنعه إسرائيل مع كل دول العالم لا يكفي. هنالك قضية فلسطينية إن لم تعالجها فأنت ستجد نفسك وقد انفجرت في وجهك، وهذا هو ما يحدث في الواقع مع كل الألم والأسف الذي تقوم به وتؤدي به إلي هذه العمليات. نحن إذا تدهور أمني كبير، وهذا التدهور مربوط في الجمود وانسداد الأفق السياسي أمام الشعب الفلسطيني. طبعا من الممكن أن عندما ندخل بالتفاصيل أن نجد أن عمليتي بير السبع و الخضيرة كانت وراءها داعش، وعملية اليوم قام بها شاب عندما كان فتى في 15 من عمره دخل السجن الإسرائيلي لستة شهور وهو خريج السجون الإسرائيلية. وممكن أن نجد بالتفاصيل الكثير من الأمور وفي إطار الحلول الأمنية، لكن هنالك واقع لا يمكن أن توقف هذه العمليات إلا إذا نجحت في تجنيد الشعب الفلسطيني، فتحت أمامه الأمل بأن هنالك ما يخسره فيما لو تدهور الوضع الأمني، وهذا الأمر ليس موجودا ببساطة. هنالك انسداد للأفق السياسي وهذا يقود إلى مثل هذه المآسي. عرجت على عملية الخضيرة وبئر السبع، هل بصمات عملية الليلة تحمل ذات البصمات في العمليتين السابقتين سيد نظير؟ ليس بالضرورة، يعني في العمليتين السابقتين كان داعش هو العنوان، ولكن داعش لا يستطيع أن يعمل من دون أن تكون لديه بيئة حاضنة في الشارع. وعندما يكون الشارع غاضبا، وعندما يكون الشارع يائسا، وعندما يكون الشارع يتعرض يوميا لميليشيات مسلحة للمستوطنين مثلا في المناطق المحتلة وميليشيات مسلحة في النقب، فكيف يمكن أن نتخيل؟ أنا لا أقول أن هذا يؤدي إلى هذا، ولكن هذه بيئة تعطي المجال لمثل هذه القوة ولمثل هؤلاء الشباب أن يضحوا بحياتهم ويقتلوا أناسا في بعض الأحيان مدنيين أو غير مدنيين. بالمناسبة من القتلى 11 الذين سقطوا خلال العمليات الثلاث يوجد اثنان عربيان، أحدهما شرطي من كفر سميع والثاني شرطي من الناصر. ويعني هذه مأساتنا، يعني نحن متداخلون ببعضنا البعض في بعض الأحيان، لا تعرف من المعتدي ومن الضحية ولكن توجد بيئة سياسية سوداء ظلمية وهي تقود إلى هذا التدهور. ومن الممكن أن تكون يعني الخيط الأساسي هو اليأس، ليس بالضرورة تنظيميا، فالشاب الذي نفذ العملية اليوم هو شاب من فتح وليس من لا من داعش ولا حتى من حركة حماس أو الجهاد، إنما هو أصلا من فتح. هذا يدل على أن الأوضاع من الممكن أن تقلط الأوراق وتجعل الجميع يدخل في مشاركة فعلية في هذا الصراع الدامي، والنتيجة تكون مأساوية تجاه الجميع. نحن الآن نتحدثون الآن عن 11 قتيلا إسرائيليا، لكن لا يتحدثون عن الضحايا الفلسطينية الذين يتعرضون لممارسات قمعية إن كان من المستوطنين المتطرفين أو من السلطات الإسرائيلية. هنالك من يدعو الآن إلى تجويع الفلسطينيين بأن لا يسمح للعمال أن يخرجوا للعمل. نحن نعرف أن حوالي 30% من عمال أم الفحم لم يخرجوا إلى العمل منذ العملية التي وقعت في الخضيرة، والأمر نفسه ينطبق على النقب. توجد ضحايا أخرى في الشارع نتيجة لهذا الصراع، والخروج ببيانات إدانة مثل ما سمعنا من الحكومة الإسرائيلية وقرارات أمنية لن يحل المشكلة للأسف الشديد. بالنظر إلى هذه العملية الجديدة، عمليات فردية بهذه الكثافة بهذه الطريقة، استخدام سلاح رشاش آلي من طراز M16 لأول مرة منذ سنوات، ربما الدخول من منطقة جنين إلى منطقة تل أبيب في داخل إسرائيل وتنفيذ هذه العملية كما تابعنا في الفيديوهات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كما يشير الكثيرين بأنه
كان في نوع من الإرياحية في التعامل مع هذه العملية. ألا يجعل اليوم إسرائيل أمام تحدي أمني كبير وخطير يمكن أن يؤثر عليها في مرحلة متخوفة منها أصلا خلال الشهور المقبلة؟ أولا هذا صحيح 100%، ولكن تبدو يعني توجد حاجة للإشارة هنا. من أين أتى هذا السلاح؟ هذا السلاح الذي استخدمه الشاب الفلسطيني اليوم هو من أسلحة الجيش الإسرائيلي، يعني بيع من تم سرقته وبيع في المجتمع العربي أو في الضفة الغربية. ونحن نعرف أن هنالك مئات ألوف قطع السلاح التي سرقت من الجيش الإسرائيلي أو بيعت من قبل جنود لاستعمالها في العنف المجتمعي داخل الوسط العربي في إسرائيل. الشرطة الإسرائيلية تقاعست عن جمع هذه الأسلحة لأنها كانت تؤدي إلى تقتيل عربي داخل المجتمع العربي، وكنا نحذرها أن هذا السلاح سيصل إلى المجتمع اليهودي ولم يكترثوا. الآن بدأ يصل إلى المجتمع اليهودي، الآن بدأوا يفطنون إلى ضرورة جمع الأسلحة ومكافحة العنف في الوسط العربي. يعني السياسة الإسرائيلية مبنية بطرق حتى أمنيا هي طرق مخطوئة وتؤدي إلى نتائج عكسية ليس عن النتائج التي يرجونها، خصوصا وأننا نرى أن هذه الأسلحة ما زالت موجودة بكمية هائلة. يعني يعلنون عن عمليات لجمع هذه الأسلحة ولكنهم لا يجففون المستنقع الأساسي الذي تخرج منه هذه الأسلحة. في ضوء ردود الفعل من قبل السياسة الإسرائيلية بعد هذه العملية، لاحظنا مثلا رفع درجة التأهب القصوى في الضفة الغربية وأيضا داخل إسرائيل، تعزيز قوات الجيش الإسرائيلي وأيضا الشرطة. هذه القرارات التي تم اتخاذها، أي سيناريو ينتظر الفلسطينيين سواء كان في الضفة الغربية، قطاع غزة، وأيضا الفلسطينيين في داخل إسرائيل؟ طبعا أولا داخل إسرائيل القيادات السياسية العربية حذرت من أولا استنكرت العمليات وقالت أن هذه ليست طريقتنا في الكفاح من أجل التخلص من الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية. نحن نؤيد الطرق القانونية للنضال، والقيادة السياسية بالإجماع خرجت في موقف كهذا، وهي تحاول أن تحذر القيادة الإسرائيلية من اللجوء إلى إجراءات قمعية من الممكن أن تؤدي إلى نتائج عكسية بأن يزيد عدد أولئك الذين يقدمون على مثل هذه العمليات. والأمر نفسه ممكن أن ينطبق بشكل أوسع وأكبر على الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلين وكذلك على قطاع غزة. في إسرائيل التقييمات التي جرت الليلة تقول أن حماس لن تصعد، ليست معنية بالتصعيد في قطاع غزة. وطبعا استمعنا إلى إدانة للعملية من قبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مما يعني أن القيادة الفلسطينية في الضفة الغربية أيضا ليست معنية بالتصعيد. الآن الدور على القيادة الإسرائيلية، إذا كانت تقوم بعمليات دفاع لكي تمنع عمليات أخرى قد يكون هذا مفهوما، ولكن إذا ترافق مع ذلك مع تأجيج الاعتداءات على الفلسطينيين كما يفعل المستوطنون المتطرفون أو كما يفعل جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يجعلون من كل حاجز عسكري في الضفة الغربية مكان للإدلال وللإهانة وللضرب والاعتداء على الفلسطينيين والاعتقالات وهدم البيوت وغير ذلك، إذا لم تنتبه الحكومة الإسرائيلية إلى عدم التصعيد من طرفها فإننا مقبلون على تدهور أكبر. وطبعا لابد من العودة لما بدأت به. الحل ليس أمنيا، ينبغي أن يبحثوا عن حل سياسي. مع من؟ مع القيادة الفلسطينية الشرعية، مع الشعب الفلسطيني، من يحدث جنوحا ما إلى عملية سلام وليس الإعلان. يعني حكومة إسرائيل اليوم تقوم على خطوط عريضة مبنية على أنه في السنوات الأربع القادمة لن يفتح ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني للتسوية. هذا ما قررته الحكومة وقامت على أساسه. هذا قرار ليس فقط خاطئا بل هو يعني يؤدي إلى مأساة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي معا. ولكن منفذ العملية اليوم من جنين والشارع الفلسطيني، هل مقتنع بأن تكون هناك مرحلة جديدة لمعالجة الأوضاع فلسطينيا وإسرائيليا في ضوء فقط المفاوضات؟ الرسالة اليوم كانت من خلال عملية داخل بنبراك.
المجتمع الفلسطيني لا يعادي المفاوضات، المجتمع الفلسطيني يعادي إدارة الصراع أو استخدام المفاوضات من أجل إدارة الصراع وليس حلول. طريقة إدارة المفاوضات أيضا خاطئة. المطلوب اليوم اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للمناطق الفلسطينية، أو على الأقل إعلان نوايا بأن الحكومة الإسرائيلية توافق على حل مبني على الدولتين. هذا الأمر كله مغلق ولا يعطي للفلسطيني أي أمل في أن هنالك إمكانية أن يتحرر من هذا الضغط، أن يتحرر من هذا القمع، أن نعم يتحرر من هذه الإهانات. وهذا الأمر يعني بإغلاقه هو الذي يقود إلى الأجواء اليائسة في المجتمع الفلسطيني. وفي مستنقع اليأس من السهل جدا أن تجد ناس يائسين مستعدون أن يضحوا بحياتهم في سبيل هدف غير معروف، فقط الاحتجاج، فقط التعبير عن ألم. فأنا لا أدري ما الذي يعني أما مرة أخرى أنا لا أبرر هذه العمليات، ولكن لا أعرف ما الذي دفع مثل هذا الشاب الابن 26 عاما إلى أن يخرج ويضحي بحياته بهذه الطريقة. أو نعم أولئك الذين انتسبوا إلى داعش، لا أدري ما الذي يجعلهم يكونوا جزءا من داعش، مع العلم أن الأمة العربية كلها والإسلامية تدين داعش وتبتعد عن داعش. فهؤلاء ناس يائسون خلقوا في بيئة يأس، في مستنقع يأس يؤدي إلى مثل هذه العمليات وأكثر من ذلك للأسف الشديد. طبعا نعم أختم معك. داخليا داخل إسرائيل هناك مظاهرات في بني براك، هناك احتجاجات كانت سابقا في النقب والخضيرة، تحدث إتمار بن غفير عضو الكنيسة الإسرائيلي المتطرف بلغة تصعيد وهجوم على وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي حينها، الليلة يتكرر ذات المشهد. ما تأثير هذه العملية اليوم على الحكومة الإسرائيلية وأيضا على الأوضاع داخليا في إسرائيل، حيث التوافقات ربما الهشة التي يمكن أن تصل إلى طريق مسدود، وبالتالي حسب متابعين تنهار الحكومة الحالية؟ أولا، إسرائيل عموما ذاهبة نعم في اتجاه اليمين، واليمين المتطرف يستغل كل عملية كهذه يتغذى منها لكي يزيد قوة ويزيد شعبية، وهو يستغل كل لحظة في هذا الأمر. اليوم كانت مظاهرة ليس فقط في بني براك، كانت مظاهرة أيضا في بئر السبع، وكانت مظاهرة عنيفة وفيها شعارات الموت للعرب، الشعار المركزي والأساسي الموت للعرب. كان بعض السياسيين يريدون أن يحولوا الموت للمخربين أو للإرهابيين، لا، بدأوا يطرقون صراخ الموت للعرب، مع أن من الضحايا الذين قتلوا في الحادث كان هنالك أيضا عرب. فلا شك أن اليمين الإسرائيلي يتغذى من التطرف الفلسطيني، التطرف الفلسطيني يتغذى من اليمين الإسرائيلي، والغالبية الساحقة من الشعبين التي تريد سلاما لا تجد نفسها قادرة على تغيير هذه الأوضاع. الحكومة الإسرائيلية التي تضم كل اليسار والليبراليين وحتى قسم من العرب، الحركة الإسلامية جزء من الحكومة في إسرائيل اليوم، ومع ذلك لا تجد أنهم قادرون على تغيير الواقع السياسي. ونجد أن نفتالي بنت رئيس الحكومة يلجأ إلى استخدام تعابير تروق لليمين وتحاول أن تهدئ من روعه. ونجد أن وزير الأمن الداخلي عمر بارليف، وهو جنرال في الجيش الإسرائيلي، ابن جنرال آخر كان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، قدم الكثير من حياته وتضحياته لأمن إسرائيل، يعني بين قوسين كجزء من قيادة الجيش الإسرائيلي، فيجد نفسه يهرب أمام الناس من مظاهرة لأنهم هجموا عليه أمثال بينج بي، ولم يسمحوا له بأن يقول كلمة للجمهور، وهربوه تهريبا من هذا. فهذا يدل على أي تدهور يعيشه المجتمع الإسرائيلي اليوم. أشكرك جزيل الشكر من الناصرة، كنت معنا عبر سكايب الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية السيد نظير مجلي، شكرا لك.